أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثني أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد وفي حديث أبي كامل ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد حدثني علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسهر: حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي، قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له: يا أبت أتسجد في الطريق؟ قال: إني سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وُضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال: أربعون عاما، ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصل. حدثنا يحيى بن يحيى: أخبرنا هشيم عن سيار، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي كان كل نبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى كل احمر واسود واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي وجعلت لي الارض طيبه طهورا ومسجدا فايما رجل ادركته الصلاه صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين يدي مسيره الشهر وأعطيت الشفاعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم أخبرنا سيار حدثنا يزيد الفقير أخبرنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وذكر خصلة أخرى. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء: أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق: حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا: أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين انا نائم اتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت بين يدي قال ابو هريره فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تنتثلونها وحدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قالا حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي يونس مولى ابي هريره انه حدثه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: نصرت بالرعب على العدو، واوتيت جوامع الكلم. وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث. قال يحيى: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي. حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. فاقام فيهم اربع عشره ليله ثم انه ارسل الى ملا بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم قال فكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر ردفه وملا بني النجار حوله حتى القى بفناء ابي ايوب قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم ثم إنه أمر بالمسجد قال فأرسل إلى ملأ بن النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال أنس فكان فيه ما أقول كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال: فصفوا النخل قبلة، وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم انه لا خير الا خير الاخره، فانصر الانصار والمهاجرة. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا ابي، حدثنا شعبه، حدثني ابو التياح عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل ان يبنى المسجد. وحدثناه يحيى بن يحيى. حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة عن أبي التياح، قال: سمعت أنسًا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا. حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى. قال ابن المثنى: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان: حدثني ابو اسحاق قال: سمعت البراء يقول: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر حا وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. حدثني سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وعن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الغداة، إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت؟ فمالوا كما هم نحو القبلة. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام: أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالا حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة ثم ذكر نحوه حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية بمثل حديثهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالا حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي رواية ابن أبي شيبة: ولولا ذاك لم يذكر قالت: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي: حدثنا ابن وهب أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحدثني قتيبة بن سعيد حدثنا الفزاري: عن عبيد الله بن الاصم حدثنا يزيد بن الاصم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وحدثني هارون بن سعيد الايلي وحرمله بن يحيى قال حرمله اخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان عائشه وعبد الله بن عباس قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصه له على وجهه فاذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال حدثني جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه، أن عاصم بن عمر بن قتادة تحدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر انه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم انكم قد اكثرتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله تعالى قال بكير حسبت انه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنه وقال ابن عيسى في روايته مثله في الجنة حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد أخبرنا عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك فأحبوا أن يدعه على هيئته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم فقلنا لا. قال: فقوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه. فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا. قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال انه ستكون عليكم امراء يؤخرون الصلاه عن ميقاتها ويخنقونها الى شرق الموتى فاذا رايتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاه لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحه واذا كنتم ثلاثه فصلوا جميعا واذا كنتم اكثر من ذلك فليؤمكم احدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر حا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير حا قال وحدثنى محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن مسهر وجرير فلك أني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو راكع. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمه والاسود انهما دخلا على عبد الله فقال اصلى من خلفكم قال نعم فقام بينهما وجعل احدهما عن يمينه والاخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال: صليت الى جنب ابي، قال: وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي ابي: اضرب بكفيك على ركبتيك. قال: ثم فعلت ذلك مره اخرى، فضرب يدي وقال: انا نهينا عن هذا، وامرنا ان نضرب بالاكف على الركب. حدثنا خلف بن هشام حدثنا ابو الاحوص: حار. قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن أبي يعفور بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكر ما بعده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه، فقال أبي: قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بالركب. حدثني الحكم بن موسى، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الزبير بن عدي، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب أبي، فلما ركعت شبكت أصابعي، وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر حا قال وحدثنا حسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق وتقارب في اللفظ قال جميعا أخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين فقال هي السنه فقلنا له انا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنه نبيك صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح وابو بكر بن ابي شيبه وتقاربا في لفظ الحديث قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي. قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم. فقلت: وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، ولا ضربني، ولا شتمني، قال: ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله اني حديث عهد بجاهليه وقد جاء الله بالاسلام وان منا رجالا ياتون الكهان قال فلا تاتهم قال ومنا رجال يتطيرون قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن صباح: فلا يصدنكم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية. فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال أتيني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد نحوه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير وابو سعيد الاشج والفاظهم متقاربه قالوا حدثنا ابن فضيل حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاه فترد علينا فقال ان في الصلاه شغلا حدثني ابن نمير حدثني اسحاق بن منصور السلولي حدثنا هريم بن سفيان عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن شبيل عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاه يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع، حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فأشار إلي. فلما فرغ دعاني فقال انك سلمت انفا وانا اصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثني ابو الزبير عن جابر قال ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق الى بني المصطلق فاتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا، فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض، وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، فلما فرغ قال: ما فعلت في التي أرسلتك له، فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير: وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة. حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء، عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته، ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا معل بن منصور، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا كثير بن شنظير، عن عطاء عن جابر قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة بمعنى حديث حماد. حدثنا اسحاق بن ابراهيم واسحاق بن منصور قالا: اخبرنا النضر بن شميل، اخبرنا شعبة، حدثنا محمد وهو بن زياد. قال: سمعت ابا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحه ليقطع علي الصلاه وان الله امكنني منه فذعدته فلقد هممت ان اربطه الى جنب ساريه من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون اليه اجمعون او كلكم ثم ذكرت قول اخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فرده الله خاسئا وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد هو ابن جعفر حا قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابه كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد وليس في حديث ابن جعفر قوله فذعته وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فدعته حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك، قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاص بن الربيع فاذا قام حملها واذا سجد وضعها قال يحيى قال مالك نعم حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير، حا قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة عن أبيه، عن عمرو بن سليم الزرقي، قال: سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس، وأمامة بنت أبي العاص على عنقه، فإذا سجد وضعها. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا، قال: وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، جميعا عن سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه ان نفرا جاءوا الى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من اي عود هو فقال اما والله اني لاعرف من اي عود هو ومن عمله ورايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اول يوم جلس عليه قال فقلت له يا ابا عباس فحدثنا قال ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امراه قال ابو حازم انه ليسميها يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي اعوادا اكلم الناس عليها فعمل هذه الثلاث درجات ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابه ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم اقبل على الناس فقال ايها الناس اني صنعت هذا لتاتموا بي ولتعلموا صلاتي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي، حدثني أبو حازم أن رجالًا أتوا سهل بن سعد حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال: أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. وحدثني الحكم بن موسى القنطري، حدثنا عبد الله بن المبارك حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام، عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقي بن قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال ان كنت لا بد فاعلا فواحده حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن ابي كثير عن ابي سلمه عن معيقيب انهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاه فقال واحده وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال فيه حدثني معيقيب وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: ان كنت فاعلا فواحده. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرات على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بصاقا في جدار القبله، فحكه ثم اقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة، حا. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، جميعاً عن عبيد الله، حا. وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد. حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب حا وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حا وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى نخامة في قبلة المسجد، الا الضحاك فان في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان، قال يحيى: اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري: ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامة في قبلة المسجد، فحكها بحصاه، ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه او امامه، ولكن يبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. حدثني ابو الطاهر وحرملة قالا: حدثنا ابن وهب عن يونس حا. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه بمثل حديث ابن عيينه وحدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فحكه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن ابي رافع عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في قبله المسجد فاقبل على الناس فقال ما بال احدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع امامه ايحب احدكم ان يستقبل فيتنخع في وجهه فاذا تنخع احدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا، ووصف القاسم، فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض. وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث، حا، قال وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، حا، قال وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علية وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاه فانه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، قال يحيى أخبرنا، وقال قتيبة: حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث: حدثنا شعبة قال: سألت قتادة عن التفل في المسجد، فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي: وشيبان بن فرخ قال حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل المولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرايته تنخع فدلكها بنعله وحدثني يحيى بن يحيى اخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن ابي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ابيه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا بشر بن المفضل عن ابي مسلمه سعيد بن يزيد قال قلت لانس بن مالك اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال نعم حدثنا ابو الربيع الزهراني حدثنا عباد بن العوام حدثنا سعيد بن يزيد ابو مسلمه قال: سألت أنسا بمثله. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حا. قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال: شغلتني اعلام هذه فاذهبوا بها الى ابي جهم واتوني بانبجانيه حدثنا حرمله بن يحيى اخبرنا بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصه ذات اعلام فنظر الى علمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصه الى ابي جهم بن حذيفه واتوني بانبجانيه فانها ألهتني آنفا عن صلاتي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن هشام عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم، فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم، وأخذ كساء له أمبجانية. أخبرني عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وأبو بكر بن أبي شيبة. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة، فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. ولا تعجلوا عن عشائكم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام، عن ابيه عن عائشه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث ابن عيينه عن الزهري، عن انس. حدثنا ابن نمير، حدثنا ابي، حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وُضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثني أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة حا وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج حا قال وحدثنا الصلت بن مسعود حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم هو ابن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن ابي عتيق قال تحدثت انا والقاسم عند عائشه رضي الله عنها حديثا وكان القاسم رجلا لحانه وكان لام ولد فقالت له عائشه ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا أما إني قد علمت من أين أتيت هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك قال فغضب القاسم وأضب عليها فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام قالت أين؟ قال أصلي قال تجلس قال إني أصلي قال تجلس غدر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر: أخبرني أبو حزرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر في الحديث قصه القاسم حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوه خيبر من اكل من هذه الشجره يعني الثوم فلا يأتين المساجد. قال زهير في غزوه ولم يذكر خيبر. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن نمير حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه البقله فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل يعني ابن عليه عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل انس عن الثوم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكل من هذه الشجره فلا يقربنّا ولا يصلي معنا. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد. قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق. اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال: وفي رواية حرملة، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته. وإنه أُتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا. فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم؟ وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر حا قال: وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق. قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا ولم يذكر البصل والكراث وحدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد فقال الناس حرمت حرمت فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه، ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه، فدعا الذين لم يأكلوا البصل، وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام. حدثنا قتاده عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحه ان عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعه فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابا بكر قال اني رايت كان ديكا نقرني ثلاث نقرات واني لا اراه الا حضور اجلي وان اقواما يامرونني ان استخلف وان الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فان عجل بي امر فالخلافه شورى بين هؤلاء السته الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض واني قد علمت ان اقواما يطعنون في هذا الامر انا ضربتهم بيدي هذه على الاسلام فان فعلوا ذلك فاولئك اعداء الله الكفره الضلال ثم اني لا ادع بعدي شيئا اهم عندي من الكلاله ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلاله وما اغلظ لي في شيء ما اغلظ لي فيه حتى طعن باصبعه في صدري فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم، وليعلموا الناس دينهم، وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا الي ما اشكل عليهم من امرهم ثم انكم ايها الناس تاكلون شجرتين لا اراهما الا خبيثتين هذا البصل والثوم لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد امر به فاخرج الى البقيع فمن اكلهما فليمتهما طبخا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة حا قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو حدثنا ابن وهب عن حيوه عن محمد بن عبد الرحمن عن ابي عبد الله مولى شداد بن الهاد انه سمع ابا هريره يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا المقرئ حدثنا حيوه قال سمعت ابا الاسود يقول حدثني ابو عبد الله مولى شداد انه سمع ابا هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن علقمه بن مرثد عن سليمان بن بريدة، عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن أبي سنان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا الى الجمل الاحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا جرير عن محمد بن شيبه عن علقمه بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. قال مسلم: هو شيبة بن نعامة أبو نعامة، روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا. أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس حدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولا وله ضراط فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا قال وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن ابن الشهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وحدثنا ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينه الازدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد ان يجلس في صلاته فمضى في صلاته فلما كان في اخر الصلاه سجد قبل ان يسلم ثم سلم وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا موسى بن داود حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي عبد الله حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد وفي معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال وحدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاه شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثنى رجليه واستقبل القبله فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاه شيء انباتكم به ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين. حدثناه أبو كريب حدثنا ابن بشر حا قال: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا وكيع كلاهما عن مسعر، عن منصور بهذا الإسناد. وفي رواية ابن بشر: فلينظر أحرى ذلك للصواب. وفي رواية وكيع: فليتحرى الصواب. وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: أخبرنا يحيى بن حسان: حدثنا وهيب بن خالد: حدثنا منصور بهذا الإسناد. وقال منصور: فلينظر أحرى ذلك للصواب. حدثناه إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا عبيد بن سعيد الأموي: حدثنا سفيان عن منصور بهذا الإسناد، وقال: فليتحرى الصواب. حدثناه محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد، وقال: فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. وحدثناه يحيى بن يحيى: اخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الاسناد وقال فليتحرى الذي يرى انه الصواب وحدثناه ابن ابي عمر حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور باسناد هؤلاء وقال فليتحرى الصواب حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. وحدثنا ابن نمير حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم خمسة حدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسة فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسة قال كلا ما فعلت قالوا بلى قال: وكنت في ناحية القوم وأنا غلام، فقلت: بلى قد صليت خمسا. قال لي: وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك؟ قال: قلت نعم. قال: فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: قال عبد الله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال: لا، قالوا: فإنك قد صليت خمسة، فانفتل ثم سجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، وزاد ابن نمير في حديثه: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وحدثناه عون بن سلام الكوفي. اخبرنا ابو بكر النهشلي عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسه فقلنا يا رسول الله ازيد في الصلاه قال وما ذاك قالوا صليت خمسه قال انما انا بشر مثلكم اذكر كما تذكرون وانسى كما تنسون ثم سجد سجدتي السهو وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص قال إبراهيم والوهم مني فقيل يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية حا، قال وحدثنا ابن نمير، حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم، عن علقمه عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما زاد او نقص قال ابراهيم: وايم الله ما جاء ذاك الا من قبلي. قال فقلنا يا رسول الله احدث في الصلاه شيء؟ فقال لا. قال فقلنا له الذي صنع؟ فقال: اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين. قال ثم سجد سجدتين. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينه. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه حدثنا ايوب قال سمعت محمد بن سيرين يقول سمعت ابا هريره يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي اما الظهر واما العصر فسلم في ركعتين ثم اتى جذعا في قبلة المسجد فاستند اليها مغضبا وفي القوم ابو بكر وعمر فهابا ان يتكلما وخرج سرعان الناس قصرت الصلاه فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين قالوا صدق لم تصل الا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع قال واخبرت عن عمران بن حسين انه قال وسلم حدثنا ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريره قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي بمعنى حديث سفيان. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس، عن داوود بن الحصين، عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد، انه قال: سمعت ابا هريرة يقول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال اصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاه ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، حدثنا علي وهو ابن المبارك، حدثنا يحيى، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم، فأتاه رجل من بني سليم. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، عن يحيى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين. فقام رجل من بني سليم وقتص الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عليا. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات. ثم دخل منزله فقام اليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى الى الناس فقال اصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعه ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد وهو الحذاء عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن الحصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجره فقام رجل بسيط اليدين فقال اقصرت الصلاه يا رسول الله فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: اخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، فيقرأ سورة فيها سجدة، فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فيمر بالسجدة فيسجد بنا، حتى ازدحمنا عنده، حتى ما يجد أحدنا مكانًا ليسجد فيه في غير صلاة. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قالا حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. قال سمعت الاسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير ان شيخا اخذ كفا من حصن او تراب فرفعه الى جبهته وقال يكفيني هذا قال عبد الله لقد رايته بعد قتل كافرا حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها. فلما انصرف اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وحدثني ابراهيم بن موسى اخبرنا عيسى عن الاوزاعي حا قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن هشام كلاهما عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا المعتمر عن أبيه، عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة. فقرا اذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت له ما هذه السجده فقال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد بها حتى القاه وقال ابن عبد الاعلى فلا ازال اسجدها حدثني عمرو الناقد حدثنا عيسى بن يونس حا قال وحدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زريع حا قال وحدثنا أحمد بن عبده حدثنا سليم بن أخضر كلهم عن التيمي بهذا الإسناد غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال: رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها فقال نعم رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه قال شعبة قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. حدثنا قتيبة، حدثنا ليث عن ابن عجلان، حا، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاه وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا قعد في التشهد، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر، وأنا أعبث بالحصى في الصلاة. فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان اذا جلس في الصلاه وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى حدثنا ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فذكر نحو حديث مالك، وزاد، قال سفيان: فكان يحيى بن سعيد، حدثنا به عن مسلم، ثم حدثنيه مسلم. حدثنا زهير بن حرب: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة عن الحكم ومنصور، عن مجاهد عن أبي معمر، أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله: أنا علقها. قال الحكم في حديثه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وحدثني أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، عن الحكم عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله قال شعبه رفعه مره ان اميرا او رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله انا علقها وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا ابو عامر العقدي حدثنا عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر قال: أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد. عن ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى بن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير قال عمرو فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا قال عمر وقد أخبرنيه قبل ذلك حدثنا محمد بن حاتم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج حا قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى. قال هارون حدثنا وقال حرمله اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروه بن الزبير ان عائشه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امراه من اليهود وهي تقول هل شعرت انكم تفتنون في القبور قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. وحدثني هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى. وعمرو بن سواد. قال حرملة أخبرنا وقال الآخران: حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير. قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينه فقالتا ان اهل القبور يعذبون في قبورهم قالت فكذبتهما ولم انعم ان اصدقهما فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر حدثنا هناد بن السري حدثنا ابو الاحوص عن اشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشه بهذا الحديث وفيه قالت وما صلى صلاه بعد ذلك الا سمعته يتعوذ من عذاب القبر حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنه الدجال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير وابو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال ابو كريب حدثنا وكيع حدثنا الاوزاعي عن حسان بن عطيه عن محمد بن ابي عائشه عن ابي هريره وعن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. حدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة. اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم قالت فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف وحدثني زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية، حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم. ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وحدثنيه الحكم بن موسى، حدثنا هقل بن زياد، حا، قال وحدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى يعني ابن يونس جميعا عن الأوزاعي بهذا الإسناد، وقال: إذا فرغ أحدكم من التشهد، ولم يذكر، الاخر حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن هشام عن يحيى عن ابي سلمة انه سمع ابا هريره يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنه المحيا والممات وشر المسيح الدجال وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان عن عمرو، عن طاوس قال: «سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عوذوا بالله من عذاب الله، أعوذوا بالله من عذاب القبر، أعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، أعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات». حدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن عباد، وابو بكر بن ابي شيبة، وزهير بن حرب، قالوا حدثنا سفيان عن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنه الدجال وحدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السوره من القران يقول قولوا اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات قال مسلم بن الحجاج بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك فقال لا قال أعد صلاتك لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام وبنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار قال تقول استغفر الله استغفر الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قالا حدثنا ابو معاويه عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام وفي روايه ابن نمير يا ذا الجلال والاكرام وحدثناه ابن نمير حدثنا ابو خالد يعني الاحمر عن عاصم بهذا الاسناد وقال يا ذا الجلال والاكرام وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني ابي حدثنا شعبه عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وخالد عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله غير انه كان يقول يا ذا الجلال والاكرام حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيره بن شعبه قال كتب المغيره بن شعبه الى معاويه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من الصلاه وسلم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كُريب، وأحمد بن سنان. قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن وراد مولى المغيرة بن شعبة، عن المغيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله: قال ابو بكر وابو كُريب في روايتهما: قال: فاملاها علي المغيره وكتبت بها الى معاويه. وحدثني محمد بن حاتم: حدثنا محمد بن بكر، اخبرنا ابن جريج: اخبرني عبده بن ابي لبابه ان ورادا مولى المغيره بن شعبه قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية. كتب ذلك الكتاب له والراد. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم بمثل حديثهما إلا قوله: "وهو على كل شيء قدير فإنه لم يذكر". وحدثنا حامد بن عمر البكراوي: "حدثنا بشر يعني ابن المفضل". حا. قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثني أزهر جميعا عن ابن عون عن ابي سعيد عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بمثل حديث منصور والأعمش. وحدثنا ابن ابي عمر المكي حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن ابي لبابة وعبد الملك بن عمير سمع ورادا كاتب المغيره بن شعبه يقول كتب معاويه الى المغيره اكتب الي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب اليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قضى الصلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا هشام عن ابي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاه حين يسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاه. وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي الزبير مولا لهم أن عبد الله بن الزبير كان يهلل دبر كل صلاة بمثل حديث ابن نمير وقال في آخره ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علي حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات فذكر بمثل حديث هشام بن عروة وحدثني محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبه ان ابا الزبير المكي حدثه انه سمع عبد الله بن الزبير وهو يقول في اثر الصلاه اذا سلم بمثل حديثهما وقال في اخره وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عاصم بن النضر التيمي، حدثنا المعتمر، حدثنا عبيد الله حا، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن عجلان، كلاهما عن سمي، عن ابي صالح، عن ابي هريرة، وهذا حديث قتيبة. أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث، عن ابن عجلان قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله ثلاثا وثلاثين، وتحمد الله ثلاثا وثلاثين، وتكبر الله ثلاثا وثلاثين، فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله. الله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثة وثلاثين، قال ابن عجلان: فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة، فحدثني بمثله عن ابي صالح، عن ابي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أمية بن بسطام العيشي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح عن سهيل، عن ابيه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم بمثل حديث قتيبه عن الليث الا انه ادرج في حديث ابي هريره قول ابي صالح ثم رجع فقراء المهاجرين الى اخر الحديث وزاد في الحديث يقول سهيل احدى عشره إحدى عشرة فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون وحدثنا الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا مالك بن مغول قال سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد حدثنا حمزة الزيات عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن او فاعلهن ثلاث وثلاثون تسبيحه وثلاث وثلاثون تحميده واربع وثلاثون تكبيره في دبر كل صلاه حدثني محمد بن حاتم حدثنا اسباط بن محمد حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بهذا الاسناد مثله. حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي اخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن ابي عبيد المذحجي قال مسلم ابو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا اسماعيل بن زكريا عن سهيل عن ابي عبيد عن عطاء عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه سكت هنيه قبل ان يقرا فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل حا وحدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد كلاهما عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير قال مسلم وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عماره بن القعقاع حدثنا ابو زرعه قال سمعت ابا هريره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض من الركعه الثانيه استفتح القراءه بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس، أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال: لقد رأيت اثنا عشر ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ حدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن عليا: اخبرني الحجاج بن ابي عثمان عن ابي الزبير، عن عون بن عبد الله بن عتبه، عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ قال رجل من القوم: الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمه كذا وكذا قال رجل من القوم انا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها ابواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد اخبرنا ابراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سعيد وابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثني حرمله بن يحيى واللفظ له اخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب: حدثنا اسماعيل: اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون، واتوها وعليكم السكينة، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفضيل يعني ابن عياض عن هشام حا قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، صل ما أدركت، واقض ما سبقك. حدثني إسحاق بن منصور، اخبرنا محمد بن المبارك الصوري حدثنا معاويه بن سلام عن يحيى بن ابي كثير اخبرني عبد الله بن ابي قتاده ان اباه اخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبه فقال ما شانكم قالوا استعجلنا الى الصلاه قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاه فعليكم السكينه فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا شيبان بهذا الإسناد وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة. عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقال ابن حاتم: إذا أقيمت أو نودي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر. قال أبو بكر: وحدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان حا قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر، وقال إسحاق: أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل ان يخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف، وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج الينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء، فكبر فصلى بنا. وحدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومأ إليهم بيده أن مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم وحدثني ابراهيم بن موسى اخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري قال حدثني ابو سلمه عن ابي هريره ان الصلاه كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فياخذ الناس مصافهم قبل ان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. وحدثني سلمه بن شبيب حدثنا الحسن بن اعين حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال: كان بلال يؤذن اذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خرج اقام الصلاه حين يراه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة حا قال وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس حا قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا قال وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمه عن أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الاعرج حدثوه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وحدثنا حسن بن الربيع، حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال حدثنا عروة عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حا قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب، والسياق لحرملة. قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان عروه بن الزبير حدثه عن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادرك من العصر سجده قبل ان تغرب الشمس، او من الصبح قبل ان تطلع فقد ادركها، والسجده انما هي الركعه. وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره بمثل حديث مالك عن زيد بن اسلم وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وحدثناه عبد الأعلى بن حماد، حدثنا معتمر، قال: سمعت معمرًا بهذا الإسناد. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، حا، قال: وحدثنا ابن رمح، اخبرنا الليث عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر العصر شيئا فقال له عروه اما ان جبريل قد نزل فصلى امام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروه فقال سمعت بشير بن ابي مسعود يقول سمعت ابا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم, صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن الشهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت؟ فقال عمر لعروة: انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير بن ابي مسعود يحدث عن ابيه قال عروه ولقد حدثتني عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد قال عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي، لم يفئ الفيء بعد، وقال أبو بكر: لم يظهر الفيء بعد. وحدثني حرملة بن يحيى: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال أخبرني عروة بن الزبير. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي عن قتاده عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر. فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب، واسمه يحيى بن مالك الأزدي، ويقال المراغي، والمراغ حي من الأزد. عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو عامر العقدي حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن أبي بكير، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهما قال شعبة: رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاه المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاه العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاه الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاه فانها تطلع بين قرني شيطان وحدثني احمد بن يوسف الازدي حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين حدثنا ابراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج وهو ابن حجاج عن قتاده عن ابي ايوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاه الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الاول ووقت صلاه الظهر اذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاه العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الاول ووقت صلاه المغرب اذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاه العشاء الى نصف الليل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، قال: سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد، كلاهما عن الأزرق. قال زهير: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ساله عن وقت الصلاه فقال له صل معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس امر بلالا فاذن ثم امره فاقام الظهر ثم امره فاقام العصر والشمس مرتفعه بيضاء نقيه ثم امره فاقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم. وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي، حدثنا حرمي بن عمارة، حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة عن أبيه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال: اشهد معنا الصلاة. فأمر بلالا فأذن بغلس، فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس. ثم امره بالعشاء حين وقع الشفق ثم امره الغد فنور بالصبح ثم امره بالظهر فابرد ثم امره بالعصر والشمس بيضاء نقيه لم تخالطها صفره ثم امره بالمغرب قبل ان يقع الشفق ثم امره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل او بعضه شك حرمي فلما اصبح قال اين السائل ما بين ما رايت وقت حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا بدر بن عثمان حدثنا ابو بكر بن ابي موسى عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتاه سائل يساله عن مواقيت الصلاه فلم يرد عليه شيئا قال فاقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد، حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس او كادت ثم اخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس ثم اخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم اخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم اخر العشاء حتى كان ثلث الليل الاول ثم اصبح فدع السائل فقال الوقت بين هذين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان، عن أبي بكر بن أبي موسى، سمعه منه عن أبيه، أن سائلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن مواقيت الصلاة، بمثل حديث ابن نمير، غير أنه قال: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حا، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى قال عمرو اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الاغر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان اليوم الحار فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم قال عمرو وحدثني ابو يونس عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمرو: وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان هذا الحر من فيح جهنم فابردوا بالصلاه. حدثنا ابن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر احاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا عن الحر في الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر، قال: أذَّن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، قال أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول. وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين. نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معا، حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها، فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب. اخبرنا حيوه قال حدثني يزيد بن عبد الله بن اسامه بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار رب اكل بعضي بعضا فاذن لي اتنفس فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي، قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمره. قال ابن المثنى: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خباب. قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن يونس ولا ظله حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث، حا، قال: وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي، فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر وحدثنا يحيى بن ايوب ومحمد بن الصباح وقتيبه وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن انه دخل على انس بن مالك في داره بالبصره حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال اصليتم العصر فقلنا له انما انصرفنا الساعه من الظهر قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وحدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك، فوجدناه يصلي العصر. فقلت يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التي كنا نصلي معه. حدثنا عمرو بن سواد العامري، ومحمد بن سلمه المرادي واحمد بن عيسى والفاظهم متقاربه قال عمرو اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب ان موسى بن سعد الانصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن انس بن مالك انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف اتاه رجل من بني سلمه فقال يا رسول الله انا نريد ان ننحر جزورا لنا ونحن نحب ان تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم اكلنا قبل ان تغيب الشمس وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث في هذا الحديث حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي عن ابي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فناكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن اسحاق الدمشقي قالا حدثنا الاوزاعي بهذا الاسناد غير انه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلي معه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال عمر يبلغ به وقال أبو بكر رفعه وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو سلمة عن هشام، عن محمد، عن عبيدة عن علي، قال: لما كان يوم الأحزاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا يحيى بن سعيد حا، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان، عن عبيدة، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس. ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم شك شعبة في البيوت والبطون. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال: بيوتهم وقبورهم ولم يشك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي حا وحدثناه عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى سمع عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم، أو قال: قبورهم وبطونهم نارا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وأبو كريب. قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن شتير بن شكل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء وحدثنا عون بن سلام الكوفي أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مره عن عبد الله قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن اسلم عن القعقاع بن حكيم عن ابي يونس مولى عائشة انه قال: امرتني عائشة ان اكتب لها مصحفا، وقالت: اذا بلغت هذه الاية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي، اخبرنا يحيى بن ادم، حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الايه حافظوا على الصلوات وصلاه العصر فقراناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي اذن صلاه العصر فقال البراء قد اخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله اعلم قال مسلم ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب بن قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت ان اصلي العصر حتى كادت ان تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها، فنزلنا إلى بطحان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو بكر: حدثنا، وقال إسحاق: أخبرنا وكيع. عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير في هذا الاسناد بمثله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم ربهم وهو اعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والملائكه يتعاقبون فيكم بمثل حديث ابي الزناد. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا مروان بن معاويه الفزاري اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد حدثنا قيس بن ابي حازم قال: سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليله البدر فقال اما انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر ثم قرا جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه ووكيع بهذا الاسناد وقال اما انكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر وقال ثم قرا ولم يقل جرير وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن وكيع، قال أبو كُريب: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد ومسعر والبختري بن المختار، سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر فقال له رجل من اهل البصره انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال الرجل وانا اشهد اني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته اذناي ووعاه قلبي وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير، عن ابن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وعنده رجل من أهل البصرة، فقال: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أشهد به عليه. قال: وأنا أشهد، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه. وحدثنا هداب بن خالد الأزدي، حدثنا همام بن يحيى، حدثني أبو جمرة الضبعي. عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا بشر بن السري حا قال وحدثنا ابن خراش، حدثنا عمرو بن عاصم، قالا جميعا حدثنا همام بهذا الإسناد ونسبا أبا بكر فقالا ابن أبي موسى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب وحدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي: حدثني أبو النجاشي، قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي: حدثنا الأوزاعي: حدثني أبو النجاشي. حدثني رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب بنحوه. وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قالا: اخبرنا ابن وهب، اخبرني يونس ان ابن شهاب اخبره، قال: اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله من الليالي بصلاه العشاء وهي التي تدعى العتمه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لاهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظرها احد من اهل الارض غيركم وذلك قبل ان يفشو الاسلام في الناس زاد حرمله في روايته قال ابن شهاب وذكر لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم ان تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاه وذاك حين صاح عمر بن الخطاب وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي، عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر قول الزهري، وذكر لي وما بعده. حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم، كلاهما عن محمد بن بكر، حا، قال: وحدثني هارون بن عبد الله. حدثنا حجاج بن محمد حا قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وفي حديث عبد الرزاق: لولا أن يشق على أمتي. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليله ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاه العشاء الاخره فخرج الينا حين ذهب ثلث الليل او بعده فلا ندري اشيء شغله في اهله او غير ذلك فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني نافع، حدثنا عبد الله بن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز بن اسد العمي حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت انهم سالوا انسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليله الى شطر الليل او كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال ان الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع، حدثنا قرة بن خالد عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل، ثم جاء فصلى، ثم أقبل علينا بوجهه، فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة. وحدثني عبد الله بن الصباح العطار، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا قرة بهذا الإسناد: ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاه العشاء كل ليله نفر منهم قال ابو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا واصحابي وله بعض الشغل في امره حتى اعتم بالصلاه حتى بهار الليل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا ندري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله. صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا قال سمعت ابن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد ناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة، فقال عطاء: قال ابن عباس، فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم، كأني انظر اليه الآن، يقطر رأسه ماء، واضعا يده على شق رأسه، قال: لولا أن يشق على أمتي لامرتهم لا ان يصلوها كذلك قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على راسه كما انباه ابن عباس فبدد لي عطاء بين اصابعه شيئا من تبديد ثم وضع اطراف اصابعه على قرن الراس ثم صبها يمرها كذلك على الراس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ قال لا أدري قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن جابر بن سمره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاه العشاء الاخره وحدثنا قتيبه بن سعيد وابو كامل الجحدري قالا حدثنا ابو عوانه عن سماك عن جابر بن سمره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف الصلاة، وفي رواية أبي كامل يخفف. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة عن عائشة: أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعن متلفعات بمروطهن، لا يعرفهن أحد. وحدثني حرملة بن يحيى: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالصلاة وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قالا حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وقال الأنصاري في روايته: "متلففات". حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة، حا، قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، قال: لما قدم الحجاج المدينه فسالنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره والعصر والشمس نقيه والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا يؤخرها واحيانا يعجل كان اذا راهم قد اجتمعوا عجل واذا راهم قد ابطاوا اخر والصبح كانوا، أو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وحدثناه عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن سعد: سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: كان الحجاج يؤخر الصلوات، فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة، أخبرني سيار بن سلامة قال: سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت: أنت سمعته، قال فقال: كأنما أسمعك الساعة، قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان لا يبالي بعض تاخيرها قال يعني العشاء الى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبه ثم لقيته بعد فسالته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل الى اقصى المدينه والشمس حيه قال والمغرب لا ادري اي حين ذكر قال: ثم لقيته بعد فسألته فقال: وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. قال: وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال: سمعت أبا برزة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل وحدثناه أبو كريب حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال: سمعت أبا برزة الأسلمي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد حا، قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني، وأبو كامل الجحدري، قالا: حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها. قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. ولم يذكر خلف عن وقتها. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصلِ الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران: عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال: ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع وان كان عبدا مجدع الاطراف وان اصلي الصلاه لوقتها فان ادركت القوم وقد صلوا كنت قد احرزت صلاتك والا كانت لك نافله. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبه عن بديل قال سمعت ابا العاليه يحدث عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف انت اذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاه عن وقتها قال قال ما تامر قال صل الصلاه لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء، قال: أخر ابن زياد الصلاة، فجاءني عبد الله بن الصامت، فألقيت له كرسيًا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد. فعض على شفته وضرب فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها. فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وحدثنا عاصم بن النضر التيمي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن أبي نعامة، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال كيف أنتم؟ أو قال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء، فيؤخرون الصلاة، قال: فضرب فخذي ضربة أوجعتني، وقال: سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي، وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال: وقال عبد الله: ذكر لي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ ابي ذر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه افضل من صلاه احدكم وحده بخمسه وعشرين جزءا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين درجة قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وحدثني أبو بكر بن إسحاق، حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري. قال: أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر، إلا أنه قال: بخمس وعشرين جزءًا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاه الجماعه تعدل خمسا وعشرين من صلاه الفذ حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قالا حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني عمر بن عطاء بن ابي الخوار انه بينا هو جالس مع نافع بن جبير بن مطعم اذ مر بهم ابو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين، فدعاه نافع فقال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد قال ابن نمير عن أبيه بضعا وعشرين وقال أبو بكر في روايته سبعا وعشرين درجة وحدثناه ابن رافع أخبرنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بضعا وعشرين وحدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب، واللفظ لهما، قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وحدثنا محمد بن رافع: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها. وحدثنا زهير بن حرب وابو كريب واسحاق بن ابراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير. حدثنا ابو اسحاق عن ابي الاحوص سمعه منه عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعه لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم وحدثنا قتيبه بن سعيد واسحاق بن ابراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري، قال قتيبة: حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الاصم، قال حدثنا يزيد بن الاصم عن ابي هريرة، قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى، فقال يا رسول الله: انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم، قال: فأجب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر العبدي، حدثنا زكرياء بن أبي زائدة، حدثنا عبد الملك بن عمير، عن ابي الاحوص قال قال عبد الله لقد رايتنا وما يتخلف عن الصلاه الا منافق قد علم نفاقه او مريض ان كان المريض ليمشي بين رجلين حتى ياتي الصلاه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وان من سنن الهدى الصلاه في المسجد الذي يؤذن فيه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا الفضل بن دكين عن ابي العميس عن علي بن الاقمر عن ابي الاحوص عن عبد الله قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو الاحوص عن ابراهيم بن المهاجر عن ابي الشعفاء قال كنا قعودا في المسجد مع ابي هريره فاذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريره بصره حتى خرج من المسجد فقال ابو هريره اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن ابي عمر المكي حدثنا سفيان هو ابن عيينه عن عمر بن سعيد عن اشعث بن ابي الشعثاء المحاربي. عن ابيه قال: سمعت ابا هريره وراى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الاذان فقال: اما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمره قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت اليه، فقال يا ابن اخي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعه فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعه فكأنما صلى الليل كله. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي: حا وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن ابي سهل عثمان بن حكيم بهذا الاسناد مثله. وحدثني نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن خالد عن انس بن سيرين قال: سمعت جندب بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فيدركه فيكبه في نار جهنم. وحدثنيه يعقوب بن ابراهيم الدورقي: حدثنا اسماعيل عن خالد، عن انس بن سيرين قال: سمعت جندبا القسري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم". وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند، عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: ولم يذكر: فيكبه في نار جهنم. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قد انكرت بصري وانا اصلي لقومي واذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم استطع ان اتي مسجدهم فاصلي لهم وددت انك يا رسول الله تاتي فتصلي في مصلى فاتخذه مصلى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافعل ان شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق حين ارتفع النهار فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال اين تحب ان اصلي من بيتك قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزير صنعناه له قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك الا تراه قد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله قال قال الله ورسوله اعلم قال فانما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري، وهو أحد بني سالم، وهو من سراتهم، عن حديث محمود بن الربيع، فصدقه بذلك. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق. قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال فقال رجل أين مالك بن الدخشن؟ أو الدخيش وزاد في الحديث قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه فجلست الى جنبه فسالته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه اول مره قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وامور نرى ان الامر انتهى اليها فمن استطاع الا يغتر فلا يغتر وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال اني لاعقل مجه مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا قال محمود فحدثني عتبان بن مالك قال قلت يا رسول الله ان بصري قد ساء وساق الحديث الى قوله فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له، ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف. وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع: كلاهما عن عبد الوارث قال شيبان حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا فربما تحضر الصلاه وهو في بيتنا فيامر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا وكان بساطهم من جريد النخل. حدثني زهير بن حرب، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان عن ثابت، عن انس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وما هو الا انا وامي وام حرام خالتي، فقال: قوموا فلاصلي بكم. في غير وقت صلاة، فصلى بنا، فقال رجل لثابت: أين جعل أنساً منه؟ قال: جعله على يمينه، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، فقالت أمي يا رسول الله: خويدمك، ادعو الله له، قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار سمع موسى بن انس يحدث عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه او خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حا، وحدثنيه زهير بن حرب، قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا خالد بن عبد الله، حا. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه وربما اصابني ثوبه اذا سجد وكان يصلي على خمره وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب، قالا حدثنا أبو معاوية، حا، وحدثني سويد بن سعيد، قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش، حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، واللفظ له، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر قال: حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب جميعاً عن أبي معاوية. قال أبو كُريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة. وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبثر حا وحدثني محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ايوب السختياني عن ابن سيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث واحدكم في صلاه ما كانت الصلاه تحبسه وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاه ما كان في مصلاه ينتظر الصلاه وتقول الملائكه اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. قلت ما يحدث؟ قال يفسو أو يضرب. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، ح، وحدثني محمد بن سلمة المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن هرمز، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. احدكم ما قعد ينتظر الصلاه في صلاه ما لم يحدث تدعو له الملائكه اللهم اغفر له اللهم ارحمه وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا حدثنا عبد الله بن براد الاشعري وابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها ممشى فابعدهم والذي ينتظر الصلاه حتى يصليها مع الامام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، وفي رواية أبي كُريب: حتى يصليها مع الإمام في جماعة. حدثنا يحيى بن يحيى: أخبرنا عبثر عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي بن كعب: قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه. وكان لا تخطئه صلاه. قال: فقيل له: او قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد، اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد، ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عباد بن عباد حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتوجعنا له، فقلت له يا فلان: لو أنك اشتريت حمارًا يقيك من الرمضاء، ويقيك من هوام الأرض، قال: اما والله ما احب ان بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملا حتى اتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له انه يرجو في اثره الاجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان لك ما احتسبت وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة حا وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع حدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائيه عن المسجد فاردنا ان نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان لكم بكل خطوه درجه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت ابي يحدث قال حدثني الجريري عن ابي نضره عن جابر بن عبد الله قال خالت البقاع حول المسجد فاراد بنو سلمة ان ينتقلوا الى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم انه بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال يا بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. حدثنا عاصم بن النضر التيمي، حدثنا معتمر قال: سمعت كهمسا يحدث عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال: والبقاع خالية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسه عن عدي بن ثابت عن ابي حازم الاشجعي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله كانت خطوتاه احداهما تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم، يغتسل منه كل يوم خمس مرات، قال: قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدرن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا سماك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللظ له، قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب، قال قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وحدثنا قتيبة وابو بكر بن ابي شيبة قالا: حدثنا ابو الاحوص حا قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الاسناد ولم يقولا حسنا. وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري، قالا: حدثنا أنس بن عياض، حدثني ابن أبي ذباب في رواية هارون، وفي حديث الأنصاري، حدثني الحارث، عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثه فليؤمهم احدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة حا وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سالم بن نوح، حا، وحدثنا حسن بن عيسى، حدثنا ابن المبارك، جميعا عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابو سعيد الاشج كلاهما عن ابي خالد قال ابو بكر حدثنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن اوس بن ضمعج عن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه قال الأشج في روايته مكان سلما سنا حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حا، وحدثنا إسحاق أخبرنا جرير وأبو معاوية حا، وحدثنا الأشج حدثنا ابن فضيل حا، وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكرمته في بيته، إلا أن يأذن لك، أو بإذنه. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، قال: اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببه متقاربون فاقمنا عنده عشرين ليله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فظن انا قد اشتقنا اهلنا فسالنا عن من تركنا من اهلنا فاخبرناه فقال ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ثم ليؤمكم اكبركم وحدثنا ابو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد عن ايوب بهذا الاسناد وحدثناه ابن ابي عمر حدثنا عبد الوهاب عن ايوب قال قال لي ابو قلابه حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شببة متقاربون واختصا جميعا الحديث بنحو حديث ابن علية وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابه عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما. وحدثناه أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص يعني ابن غياث، حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد وزاد قال الحذاء وكانا متقاربين في القراءة. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، قال أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله واجعلها عليهم كسني يوسف ولم يذكر ما بعده حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم نجي سلمة بن هشام اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة اللهم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطاتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف قال ابو هريره ثم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد فقلت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم قال فقيل وما تراهم قد قدموا وحدثني زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه ان ابا هريره اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء اذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل ان يسجد اللهم نج عياش بن ابي ربيعه ثم ذكر بمثل حديث الاوزاعي الى قوله كسني يوسف ولم يذكر ما بعده حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره يقول والله لاقربن بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابو هريره يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحا. يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال انس: انزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرانا قراناه حتى نسخ بعد، ان بلغوا قومنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قلت لأنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال نعم بعد الركوع يسيرا وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز عن أنس بن مالك قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة اخبرنا انس بن سيرين عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاه الفجر يدعو على بني عصيه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قالا حدثنا ابو معاويه عن عاصم عن انس قال: سالته عن القنوت. قبل الركوع او بعد الركوع. فقال قبل الركوع. قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. فقال: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عاصم قال: سمعت أنسا يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونة كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. وحدثنا أبو كريب: حدثنا حفص وابن فضيل حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض وحدثنا عمرو الناقد حدثنا الأسود بن عامر أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله وحدثنا عمرو الناقد حدثنا الأسود بن عامر أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا هشام عن قتاده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. وحدثنا ابن نمير، حدثنا ابي، حدثنا سفيان عن عمرو بن مره، عن عبد الرحمن بن ابي ليلى، عن البراء قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح المصري. قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن ابي انس عن حنظله بن علي عن خفاف بن ايماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصيه عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها واسلموا سالمها الله وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرني محمد وهو ابن عمرو، عن خالد بن عبد الله بن حرملة، عن الحارث بن خفاف، أنه قال: قال خفاف بن إيماء: ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه فقال: غفار غفر الله لها. وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. اللهم العن بني لحيان، والعن رعلا وزكوان، ثم وقع ساجدا. قال خفاف: فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا إسماعيل قال: وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسقع. عن خفاف بن إيماء بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك حدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرَّس، وقال لبلال: إكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر، استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه، وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك، قال اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال أقم الصلاة لذكري قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن ابراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا ابو حازم عن ابي هريره قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، وقال يعقوب: ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة، حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي قتاده قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتاتون الماء ان شاء الله غدا فانطلق الناس لا يلوى احد على احد قال ابو قتاده فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جنبه. قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار حتى تهور الليل، مال عن راحلته. قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر، مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته، فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة، قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة، قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه ثم قال هل ترانا نخفى على الناس ثم قال هل ترى من احد قلت هذا راكب ثم قلت هذا راكب اخر حتى اجتمعنا فكنا سبعه ركب قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع راسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا فكان اول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره قال فقمنا فزعين ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى اذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضاه كانت معي فيها شيء من ماء قال فتوضا منها وضوءا دون وضوء قال وبقي فيها شيء من ماء ثم قال لابي قتاده احفظ علينا ميضاتك فسيكون لها نبا ثم اذن بلال بالصلاه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداه فصنع كما كان يصنع كل يوم قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه قال فجعل بعضنا يهمس الى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا ثم قال أما لكم في أسوة ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها ثم قال ما ترون الناس صنعوا؟ قال: ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم، فقال أبو بكر وعمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. قال: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار، وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا فقال لا هلك عليكم ثم قال أطلقوا لي غمري قال ودعا بالميضاء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضاء تكابوا عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسنوا الملا كلكم سيروى قال ففعلوا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب واسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب فقلت لا اشرب حتى تشرب يا رسول الله قال إن ساقي القوم آخرهم شربا قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتى الناس الماء جامين رواء قال فقال عبد الله بن رباح إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع إذ قال عمران بن حسين انظر أيها الفتى كيف تحدث فإني أحد الركب تلك الليلة قال قلت فانت اعلم بالحديث فقال ممن انت قلت من الانصار قال حدث فانتم اعلم بحديثكم قال فحدثت القوم فقال عمران لقد شهدت تلك الليله وما شعرت ان احدا حفظه كما حفظته وحدثني احمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا سلم بن زرير العطاردي قال سمعت ابا رجاء العطاردي عن عمران بن حسين قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير الله فادلجنا ليلتنا حتى اذا كان في وجه الصبح عرسنا فغلبتنا اعيننا حتى بزغت الشمس قال فكان اول من استيقظ منا ابو بكر وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه اذا نام حتى يستيقظ ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه وراى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا، فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا، فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا نبي الله أصابتني جنابة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى. ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نسير اذا نحن بامراه سادله رجليها بين مزادتين فقلنا لها اين الماء قالت ايهاه ايهاه لا ماء لكم قلنا فكم بين اهلك وبين الماء قالت مسيره يوم وليله قلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها، فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها موتمة، لها صبيان أيتام، فأمر براويتها فأنيخت. فمج في العزلاوين العلياوين ثم بعث براويتها فشربنا ونحن اربعون رجلا عطاش حتى روينا وملانا كل قربه معنا واداوه وغسلنا صاحبنا غير انا لم نسق بعيرا وهي تكاد تنضرج من الماء يعني المزادتين ثم قال هاتوا ما كان عندكم فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لها صرة، فقال لها: اذهبي فأطعمي هذا عيالك، واعلمي أنا لم نرزأ من مائك. فلما أتت أهلها قالت: لقد لقيت أسحر البشر، أو إنه لنبي كما زعم، كان من أمره زيت وزيت، فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرأة، فأسلمت وأسلموا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا النضر بن شميل حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحسين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعه عند المسافر احلى منها فما ايقظنا الا حر الشمس وساق الحديث بنحو حديث سلم بن زرير وزاد ونقص وقال في الحديث فلما استيقظ عمر بن الخطاب وراى ما اصاب الناس وكان اجوف جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صوته بالتكبير، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا اليه الذي اصابهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضير ارتحلوا واقتص الحديث. حدثنا اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمه عن حميد عن بكر بن عبد الله، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرّس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرّس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك قال قتادة وأقم الصلاة لذكرى وحدثناه يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني ابي حدثنا المثنى عن قتاده عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رقد احدكم عن الصلاه او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها فان الله يقول اقم الصلاه لذكري